هنبدأ بقى دلوقتي نعمل فطائر الزبيب. انا حطاها في الفرن كده تستوي دلوقتي، انا عاملاها من قبل الحلقه. معانا هدى، اهلا وسهلا. ايوه، ازيك يا مدام نجلاء؟ ازيك، عامله ايه؟ يا الحمد لله، يا احلى شيفه في مصر كلها. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. والله ربنا يجزيكي خير جدا على اللي انت بتعمله لنا. والله يا مدام نجلاء على قد ايه فعلا. والله الحمد لله، الحمد لله. انا على فكره انا جوزي شيف ما شاء الله، بس يعني هو زي ما بتقولي ايه، باب النجار مخلع. لا دايما مش على اي حاجه خالص. لا لا ما ينفعش استضيف كده واقعدي كتير. والله يا مدام نجلاء، فهو بيتضايق مني جدا ان انا بقعد قدام حضرتك وبعمل وصفاتك. ايوه قول له خلاص مش هتفرج عليها، قول لي انت على وصفاتك. والله يا ربنا سوي سوي يا رب، ويجزيك خير ويقويك يا رب. الله يكرمك يا رب، الله يخليك يا حبيبتي، شكرا جدا ليكي. بصي بقى، اعملي فطائر الزبيب دي النهارده وغذيه بقى، بدل ما بقولكيش على حاجه. هنعمل النهارده فطائر الزبيب عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من الزبيب، نص كوبايه من السكر، 2 بيضه، 4 كوبايات دقيق، ماشي اوكي، فانيليا، معلقه خميره كبيره، ولبن العجل، ونص كوبايه سمنه روابي. نعمل ايه؟ نجيب 4 كوبايات الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. 4 كوبايات الدقيق، معلقه كبيره خميره فوريه. بصوا الزبيب هيتحط فين؟ مع الدقيق الاول خالص، نص كوبايه زبيب، نص كوبايه سكر، كل دوت يتقلب مع بعضه الاول، اللي هو الايه، كل النواشف يعني، ماشي. يبقى انا كده حطيت، هنقول تاني، 4 كوبايات من الدقيق، 2 كوبايه، 2 بيضه، نص كوبايه سكر، معلقه خميره، ونص كوبايه زبيب. هبدا بقى دلوقتي اديها نص كوبايه من السمنه روابي، و2 بيضه، واللبن والفانيليا. نجيب طاسه صغيره اسيح فيها السمن، ناخد نص كوبايه سمنه. انا كده بقلب اللي في العجان واحده واحده. معايا في العجان في 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه، عليهم نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزبيب، وادي نص كوبايه من سمنه روابي. ماشي، سهله العجينه، سهله بقى. ايه، انا عايزه البنات اللي طالعين من المدرسه يبداوا يشتغلوا معانا، فالعجينه دي هعمل لها سن بعد كده. يعني من 12 سنه تقدر تعملها، بلاش 11 و10 ديت، ممكن يقولوا لسه صغيرين شويه، انما 12 سنه. هتجيبي 4 كوبايات من الدقيق، تحطيهم في طبق، تحطي عليهم نص كوبايه من السكر، ونص كوبايه من الزبيب، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، وتقلبيهم مع بعض مع رشه من الملح صغيره جدا. خلاص، طبعا هتقدري تعملي كده ان شاء الله. هتسيحي نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من السمنه روابي مع، وبعدين هضيف بقى للعجينه 2 بيضه واللبن في الاخر. هنضيف اللبن شويه شويه لغايه ما تديني عجينه طريه وملمومه كده ما تلزقش في ايديكي. سهله ان شاء الله. هتعجنيها وتشكليها وتسيبيها تخمر، وبعدين تدخليها الفرن. طبعا انا بقول 12 سنه لان هنا ما فيش اي حاجه خطره خالص. تمام كده، ادي السيحه اهي كده، السمنه، نص كوبايه السمنه. هنزل البيض، 2 بيضه. يعني دايما البنات بقى اللي واخدين اجازه وهيبداوا معانا الاكل بقى لسه هيتعلموا، يعملوا معانا، يبداوا بالعجائن الاول، بالحلويات اللي تخش الفرن، ما يقفوش على البوتاجاز في الاول كده. يعني البوتاجاز ده خليه المرحله اللي بعد كده، تانية مطبخ مش اولى مطبخ. ناخد كده البيض مع الفانيليا، مش هزود اللبن غير بعد السمنه كده. السمنه فكت، نص كوبايه مش مقدوحه، هي بس مفكوكه شويه، ما
نحط نص كوبايه السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتاجن مع بعضها، وبعدين اديها الايه؟ اللبن سنه سنه لغايه ما تديني عجينه طريه. ما تقوليش انا ما عنديش عجان مش هعرف اعمل، على ايديكي. واللبن سنه سنه، ويمشي على الخطوات مظبوطه، هتطلع معاك ان شاء الله ناجحه جدا. طيب انا هخلص العجينه دي وهوريها لك هي وصلت لايه بعد الفصل. وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. بصوا العجينه بقى اللي عملناها مع بعض طريقه ازاي. طريقه جامد جدا كده. خلاص بنعمل ايه بقى؟ نبدا نعملها كور كده، كوره ومبططها، كوره ومبططها. دي فطائر بالزبيب، وجبه متكامله. ماشي، نجيبها كده ونعملها كوره. العجينه دي وانا بكورها كده هقولها بسرعه تاني. عملنا هنا 4 كوبايات من الدقيق، طبعا انا معمول كوبايه كبيره عندي اللي انا قلت لكم سويهم قبل كده. 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه، 2 بيضه، نص كوبايه سكر، نص كوبايه سمنه، 2 بيضه، ولبن للعجن. سهله جدا ان شاء الله. هنحط 4 كوبايات في طبق او في العجان، 4 كوبايات الدقيق، وعليهم معلقه الخميره، وعليهم معلقه نص كوبايه السكر، نص كوبايه الزبيب، وقلبهم مع بعض. يحفظوا كده وانا بعملهم لك. خلصنا ده، هنسيح نص كوبايه سمنه، وهنحط 2 بيضه وفانيليا، وبعدين نحط نص كوبايه السمنه السايحه، وبعدين نحط اللبن للعجن لغايه ما تدينا عجينه طريه بالشكل ده. بسيبها تخمر. بس انا بطتها بس شويه كده عشان هي بتخمر جامد قوي. واسيبها تخمر، وبعدين ايه ادخلها الفرن. ماشي، دي الفطائر اللي بالزبيب، وجبه متكامله وطعمها حلو مسكر شويه، مش حاجه حادقه. طيب اخليها تخمر.